اتكلم النهارده على اعراض سلس البول، بنقول انه بتختلف اعراض وعلامات السلس البولي تبعا لنوع سلس البول المصاب به، وقد يحدث السلس مثلا بسبب الشد او الاجهاد، حيث يخرج البول حينها بشكل غير ارادي عندما نبذل جهد او عندما نسعى او نعطس. وقد يعاني الاشخاص المصابون بامراض عصبيه كالسكتات الدماغيه والتصلب المتعدد من سلس البول الالحاحي، حيث يتعرض مرضى السكر ايضا الى هذه الحالات. اعراض سلس البول: قد تشعر بالحرج نتيجه لاصابتك بسلس البول، ولكن ينصح في حاله ظهور اعراض الاصابه التوجه للطبيب لاخذ الاستشاره والنصائح، فهي تعتبر خطوه اولى نحو اداره المشكله بطريقه فعاله للتخلص منها. فما هي الاعراض التي تدلل على الاصابه بسلس البول تبعا للانواع العلميه المعروفه للحاله؟ وفي الحقيقه انه بتكون هنالك 9 من كل 10 اشخاص يعانون من سلس البول، ويعانوا تحديدا اما من سلس البول الاجهادي الستريس انكونتيننس، او من سلس البول الالحاحي اللي هي الايرج انكونتيننس. لو جينا نتكلم المره دي على سلس البول الاجهادي او الستريس انكونتيننس او الشد، ويحدث هذا النوع عند الضغط على المثانه او اثناء السعال مثلا، حيث يندفع البول بشكل فائق وقبل لا تتمكن المثانه من منع البول من الخروج ويتسرب بعضه للخارج، ويحدث سلس الاجهاد بسبب ضعف العضلات حول الإحليل وعضلات الحوض. وقد يحدث هذا النوع بفعل الأنشطة الدالية، العطس والضحك ورفع الأحجام الثقيلة وممارسة التمارين الرياضية. وفي العادات كمية البول عادة ما تكون صغيرة، ولكن بفعل سلس الإجهاد قد يتسبب بتمرير كميات كبيرة من البول، لا سيما وإن المثانة حينها بتكون ممتلئة جدا وهي بحاجة للتفريغ. في حاجة تانية اسمها السلس البولي الإلحاحي، بيحدث سلس إلحاح البول عندما تشد عضلات المثانة حيث حين امتلاءها، فتدفع البول خارجا قبل وصول الشخص للحمام، ولهذا سمي هذا النوع بسلس البول الملح أو الإيرج إنكونتيننس، فهو يلح في إخراج البول وبشكل مكثف جدا، حينها لا تستطيع تأجيل الذهاب للمرحاض، وغالبا ما يكون الفارق في التوقيت بين دخولك لقضاء الحاجة وإطلاق سراح البول بضع ثواني فقط. ويذكر الأطباء بأن سلس إلحاح البول قد يحدث بشكل مفاجئ كرد فعل تجاه موقف ما، وقد يحدث أيضا أثناء ممارسة الجنس بين الشريكين، وتحديدا عند الوصول إلى نشوة جنسية. وهذا النوع من السلس غالبا ما يحدث كجزء من مجموعة من الأعراض الإصابة بفرط نشاط المثانة، حيث تكون في عضلة المثانة أكثر نشاطا من المعتاد، وقد يتم تمرير البول بكميات كبيرة جدا مما يدعي النهوض عدة مرات أثناء النوم من أجل التبول. مع السلامة.